الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقفنا مع حضراتكم في بعض الأمور قبل أن ندخل إلى صلاة الجماعة، قبل أن ندخل إلى صلاة الجماعة ونحن نتكلم في النوافل. هل في نوافل تركناها؟ يعني قلنا نشرحها المرة الجاية. خلاص، طيب. إذن بقيت مسألة، ما هي الأوقات المنهي عنها الصلاة؟ ما هي الأوقات المنهي عنها الصلاة؟ يعني إيه؟ أنا الآن انتهيت من صلاة الصبح وقمت لصلاة ركعتين لله. الساعة كام يا مولانا؟ الساعة 6. هل الشمس طلعت؟ لم تطلع. قالوا لي اقعد يا مولانا. ليه؟ هذه الصلاة تقع في وقت الصلاة فيه مكروهة. طيب قعد يا مولانا. نعم. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 4، وانتهينا من صلاة الايه؟ العصر. انا عايز اصلي ركعتين لله. اقعد يا مولانا، انت في وقت الصلاة فيه مكروهة. غير موجود في المتن لكنه مهم، ما أشرحه غير موجود في المتن لكنه مهم. جي واحد تاني، رايح فين يا مولانا؟ قال أصلي تحية المسجد. الساعة كام؟ الساعة 4، تركناه يصلي. إذا من يصلي تحية المسجد تركناه، ومن يصلي ركعتين لله منعناه. إيه الموضوع؟ نحن بقى الآن نحكي الموضوع من أوله. توكلنا على الله. حكم الصلاة إذا كانت فردا تصلى في أي وقت. إذا كانت الصلاة فردا تصلى فين؟ في أي وقت. قبل المغرب، بعد المغرب، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد العصر، قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، ساعة طلوع الشمس، الفرد يصلى في أي وقت. أي صلاة، فرد، نافلة، صلاة جنازة، أي صلاة مرتبطة بسبب، غير مرتبطة بسبب، في الحرم المكي الشريف عند الكعبة تصلى أي وقت. تصلي فرد في أي مكان في بقاع الأرض، تصلي فرد يجوز في أي مكان في الكعبة. تريد أن تصلي فرضاً أو نفلاً، مرتبط بسبب، غير مرتبط بسبب، مرتبط بزمن، غير مرتبط بزمن، عند الكعبة إيها؟ يجوز. غير الكعبة، غير الفروض، تعال نتكلم. عندي 5 أوقات. 5. النهي هنا للتحريم، يعني حرام. لم نقل الصلاة باطلة، وقوع الصلاة في هذا الوقت في حرمة، لكن الصلاة ليست باطلة. وقوع الصلاة في هذا الوقت هو اللي فيها في حرمة. رقم 1، بعد صلاة الصبح خطأ، بعد صلاتك للصبح، وأنا أوضح، بعد صلاتك أنت للصبح. ليه مولانا؟ نحن هنا في الأزهر نصلي صلاة الصبح الساعة كام؟ 5. 5 تماما نصلي الظهر، الصبح في مسجد مولانا الحسين الساعة 6 تماما ينتهون من صلاة الصبح. فمن يصلي في جامع الأزهر الساعة 5:30 ركعتين تطوع نقول له ممنوع. ليه؟ أنت صليت الإيه؟ الصبح. ومن يصلي ركعتين تطوع في مسجد سيدنا الحسين الساعة 5:30 لم يصلي الصبح، فيجوز له أن يصلي. ومن هنا يا أهل الله، الصلاة للنفل المطلق غير مقيد بسبب بعد صلاتك للصبح مالها مولانا؟ مكروهة. مكروه يعني يا مولانا؟ مكروه كراهة التحريم، يعني حرام.
يبقى الوقت الاولاني ايه؟ بعد صلاه ايه؟ ليك انت، مش لحد تاني، ليك انت. الراي الثاني، السبب الثاني، الثاني من الخمسه، الوقت الثاني المنهي عنه الصلاه من الخمسه عند طلوع الشمس. عند طلوع الشمس، متى تطلع الشمس؟ انا مش عارف. الساعه 6:15 دقيقه لا تصلي كده، في وقتين داخلين مع بعض، بعد صلاه الصبح وطلوع الشمس، دول وقتين عاملين ايه؟ داخلين مع بعض، داخلين مع بعض. ومن هنا كان الشيطان لعنه الله عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس كأنه يقف، وتخرج الشمس من بين قرنيه، له قرنين. طيب وبعدين يا مولانا، فكان عبدة الشيطان ها يتقربون إلى الشيطان بالعبادة في هذا الوقت. لكن أنا مذهبي شافعي، ريحت نفسي، العلة في التحريم إيه؟ تعبدي. العلة في التحريم ها الحمد لله تعبدي، ريحنا نفسنا. ثلاثة، عند زوال الشمس، لما الشمس تتحرك. متى تتحرك الشمس؟ قبل الظهر بخمس دقائق. قبل الظهر بكم دقيقة؟ لكن في استثناء، يوم الجمعة يجوز. الوقت رقم ثلاثة عند ايه؟ زوال الشمس. يعني زوال، بتتحرك. تتحرك امتى يا مولانا؟ قبل صلاة الظهر بكم دقيقة؟ خمسة. لكن يوم الجمعة عند صلاة الجمعة مباح. أدي تاني استثناء، الاستثناء الأولاني عند الكعبة، الاستثناء التاني يوم الجمعة عند إيه؟ الزوال. رقم أربعة، بعد صلاتك أنت للعصر، وسأحكي فيها كلام كتير. بعد صلاتك أنت للإيه؟ يعني إيه؟ أقول لك، إحنا هنا في الأزهر بنصلي العصر تماما الساعة 3. إذن 3:15 وأنا في الأزهر أريد الصلاة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. وقت منهي عنه إيه؟ الصلاة. مولانا الحسين بيصلوا العصر الساعة 4، 4 بالضبط ينتهوا من العصر. الساعة 3:30 في الأزهر أنفع صلي؟ ممنوع. طب سيدنا الحسين الساعة 3:30 صلي، لأنني لم أصلي الإيه؟ طيب في سؤال جامد أوي أوي، رجاء التركيز. ما رأيك في من يصلي جمع تقديم وجمع تأخير؟ جمع تقديم وجمع إيه؟ سلام. إيه جمع التقديم وإيه جمع التأخير؟ صلاة في الوقت الأول الظهر مع العصر في وقت الظهر جمع تقديم، الظهر مع العصر في وقت العصر جمع تأخير، المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، المغرب والعشاء في وقت العشاء جمعها، ولا يجوز الجمع بين الصبح والعصر، ولا بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح. أنا أكرر علشان نعمل ايه هنا؟ لا يجوز الجمع بين الصبح والظهر، بين العصر والمغرب ممنوع، بين العشاء والصبح. امال الجمع فين؟ ظهر وعصر، مغرب وعشاء. في وقت الاولى جمع تقديم، في وقت الثانيه جمع ايه؟ خلاص خلاص. طيب القصر، لا لا، القصر للصلوات الرباعية، العصر والظهر والعشاء خلاص. ومن الممكن أجمع فقط 4 الظهر مع 4 العصر، ومن الممكن أقصر فقط 2 الظهر في وقت الظهر، 2 العصر في وقت العصر، ومن الممكن جمعا وقصرا 2 وسلم و2. هنا بقى أنا لم أصلي الظهر لأنني أجمع، جمع تأخير ولا جمع تقديم؟
الساعة دلوقتي 3:30 وأنا لم أصلي الظهر وأنا مسافر، والسفر حلال ويزيد عن مسافة القصر. السفر مباح 2 يزيد عن مسافة إليها القصر 89 كيلو و40 متر على مذهبنا، 89 كيلو و40 متر على مذهبنا، 89 كيلو و40 متر على مذهبنا. هنا يا أهل الله الساعة 3:30 وأنا مسافر وسفر حلال ويزيد عن مسافة القصر، هل يجوز لي الساعة 4 وأنا لم أصلي الظهر والعصر أن أصلي ركعتين لله تطوع؟ الساعة 4 مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ ليه؟ صليتش الظهر، مين يجاوب؟ مسافر، مين يجاوب؟ يجوز، مين مسافر؟ مين يجاوب؟ ها مش حد يجاوب؟ فعلا أنا لم أصلي الظهر يجوز، ومن هنا أنا نصيت صلاة العصر لك أنت، فيجوز لمن لم يصلي الظهر والعصر لرخصة السفر ولم يصلي الظهر ونوى جمع تأخير. بس إيه شرط جمع التأخير؟ مين يقول لي ما هو شرط جمع التأخير؟ قول يا مولانا. جدع، شهد لك شروط جمع التأخير يا أخوانا، ضيعت عمري معاك وهدر. شروط جمع التأخير أن تنوي في وقت الأولى التأخير، وقت الظهر من الساعة 12 للساعة 3 أنوي في هذا الوقت التأخير. فلو نويت الصلاة الظهر لكني أتأخر كمان شوية كمان شوية بعد الجون، طب بعد الشوط الثاني، طب لما الأوتوبيس يقف، طب الاستراحة الثانية أفضل، فجأة أذن العصر وأنا مسافر، خلاص أنا مسافر أصلي جمعيها تأخير، لا أنت تصلي قضاء. ليه؟ لأنك لم تقم بالنية فين؟ في الفرض ليها الأول. خليكم بس هاي الحاجات البسيطة دي تظهر ان انتوا مش مذاكرين. لا ذاكروا ذاكروا، ما تفرحوش بكثرة الدروس، ما تفرحوش بكثرة الكتب التي تشرح، قليل دائم خير من كثير ايها فاني. ما تشرحوا ما لا تفرحوا بالإجازات اكثر، انا اعلم انكم تعبدون الإجازات من دون الله، انا عارف ده موضوع معروف، في حاجات بسيطة لكن توقع في مشاكل كثيرة، حاجات بسيطة لكن توقع في مشاكل كثيرة. طيب نعكس السؤال، الساعة 12 أنا أصلي الظهر وأصلي العصر جمع تقديم، إيه شرط جمع التقديم؟ مين يجاوب؟ في شرط قد كده، مين يجاوب؟ لا قول يا حبيبي. ايوه في اني ركعه؟ في اني ركعه؟ في الاولى، في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه؟ حلو. شرط جمع التقديم ان تنوي الجمع في الصلاه الاولى وسنه مع تكبيره الاحرام. فإذا انتهينا من الصلاة، يعني أنا صليت الظهر وبعد ما صليت الظهر قلت طب إيه المانع أن أصلي العصر وأنا مسافر؟ لا، لابد من نيتك فين؟ في صلاة الظهر مع تكبيرة الإحرام سنة في قلبك، سنة. شاطر يا مولانا جدع، قرأت المعلومات الجامدة دي في أي الكتب؟ ها فين؟ متني أبي شجاع في الإمتاع فقط؟ لا مستحيل، كل الكتب يا مولانا تذكر، لكن من يذاكر؟ لا الإمتاع موجود 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 الإمتاع، لكن من يذاكر؟ من جد وجد ومن زرع، أي معلومة صغيرة لكن توقعك في مشكلة، معلومة صغيرة لكن توقعك في مشكلة. يا فرحتي ذاكر المنهاج وذاكر مش عارف ايه وذاكر مش عارف ايه، لكن معلومات بسيطة جدا. أنا أريد من حضرتك معلومة صغيرة لكن شاملة للدرس كله تكون في راسك، هذا ما أريده. إذا نجحنا في هذه الفكرة يعني خلاص الحمد لله كده عملنا كتير قوي.
الساعة 12 ونص انتهيت من صلاة الظهر ومن صلاة العصر جمع تقديم، الساعة واحدة، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين تطوع لله؟ يجوز. ها يجوز. ليه مولانا يجوز؟ سكت دهرا ونطق فجرا بعدما قربته إلى قلبي، لأنه أجاب سؤالين لم يجب أحد، أنزلته من قلبي. خلاص مولانا لا أريد أن أراك لمدة دقيقة. لا يجوز، لأن قلت لحضرتك بعد صلاتك أنت. يا رب تخلي بالكم، بعد صلاتك أنت، وأنا صليت العصر جمع إيه؟ تقديم. خلاص يا أهل الله. نعم، في شروط كتير، خليني في اللي يخدمني، أنا عاوز اللي يخدمني في الدرس. حاضر يا أهل الله. إذن واحد، بعد صلاتك أنت للصبح، أنا بركز أهو، صلاتك أنت للصبح عند طلوع، أدي كده وقتين متداخلين، ثلاثة بعد عند الزوال تحرك الشمس قبل صلاة الجمعة بخمس دقائق لكن الجمعة مسموح، أربعة بعد صلاتك أنت ليها، خمسة عند غروب الشمس، أدي في وقتين متداخلين، أدي في وقتين أيضا متداخلين. خلاص، عند ايه؟ احمرار الشمس كده، غروب الشمس. طيب، شيء بشيء يذكر، انا صليت المغرب والعشاء جمع تاخير. جمع ايه يا مولانا؟ يعني الساعه كام؟ الساعه خمسه وربع انا انوي التاخير. الساعه خمسة ونص أنا صليت المغرب، لا أنا نويت التأخير. جيت الساعة عشرة صليت المغرب، وجيت الساعة اثنين صليت العشاء، يجوز ولا لازم يكون وراء بعض جمع التأخير؟ من يقول يجوز يرفع إيده. حاضر، من يقول لا يجوز يرفع إيده. إذن الباقي منافقين، لا يجوز ويجوز. طب الباقي منافقين. الساعة عشرة أنا أصلي المغرب جمع تأخير، الساعة اثنين أصلي العشاء جمع إيه؟ يجوز 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 يجوز. أنا مش عاوز التأخير، أنا يجوز الفصل. أنا أصلي جمع التقديم، الله أكبر المغرب، أنا أنوي العشاء، أنوي إيه؟ الحمد لله. خلاص، السلام عليكم من المغرب، السلام عليكم من المغرب، ثم أنتظر ربع ساعة، وبعد الربع ساعة أصلي العشاء قبل أذان العشاء، لكن في فصل ربع ساعة في جمع التقديم، هل يجوز التفرقة ولا لا يجوز؟ وجبت الموالاة، وجبت الإيه؟ فمن صلى المغرب جمع تقديم ثم يختم الصلاة ثم يصلي ركعتين السنة البعدية، نقول له أهلا وسهلا، مرحبا بك، ويلكم تو إيجبت. بط، ولكن هذا الجمع ممتنع. بط بخفيفة، يو ها تي، والتصريف بط بط بط، على وزن كت 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 شط شط شط. لا أمزح، موجود في الصفحة قبل الأخيرة في كتاب إكسل إن إنجليش، يعني الأحسن في الإنجليزي. آمين. رجاء التركيز، رجاء التركيز. في جمع التقديم يشترط النية في تكبيرة الإحرام أو أثناء الصلاة،
في جمع التأخير يشترط النية في أثناء الوقت الأول، في جمع التقديم لازم الموالاة، في جمع التأخير لا تشترط. ونكمل في حلقة قادمة، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.